احلى 100 مليون صباح على كل الناس وكل حبايبنا وكل الناس المشتركه عندنا وكل الناس المشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده صلي على النبي وصبعك الجميل اعمل لنا لايك واشتراك وشير عشان يجي لك كل جديد. النهارده ان شاء الله طلعنا الكلب بحر ربطناه بره شويه لان الكلب دوت هيحرس زي فيلا ارض الكلام ده، فلازم الكلب يبقى عنده وضع الاستعداد ان هو يشتغل على اي حاجه. وطبعا كان النهارده جاي معايا مروان وزينه مش عاوز اشتغل عليهم، طبعا جاب الصدفه واحد حبيبنا هنبتدي نشغل كده الكلب نشوف فعلا الكلب كده بيبتدي يشتغل فعلا ولا الكلب شغال نص نص ولا بيعمل ايه. هخليه اللي هو برده يقرب مني اكن انا واقف وهو هيخش يهجم عليا ويمسك البوصه يخش نشوف الكلب هيتصرف ازاي. يلا خش عليها كده مرة واحدة. دلوقتي انا دلوقتي هيبقى واقف دلوقتي بس بس وهيخش مثلا وهو كده الكلب معايا نشوف هيعمل عليا ايه. ارفع البوصة وخش عليها كده. جدع بقى جدع كده ما شاء الله الكلب اهو شغال ويحرس صح زي ما انت شايف. زي ما انت شايف اهو كلب ما شاء الله يحرس 10 على 10.